السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في نشرتنا لهذا اليوم، نسعد بتقديمها لكم من قناة رشاد، وتشاهدون فيها محمد مقدم رجل الظل في جهاز المخابرات يلاحق من قبل المديرية العامة للأمن، وفي النشرة رشيد حروبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل في تيارت من طرف الطلبة تحت الشعار المسؤولون في قصور والطلبة في قبور. وتشاهدون في النشرة أيضا بيان الأفافاس ينقل اعتراف عبد الملك سلال بعدم اكتمال تصحيح القوائم الانتخابية. وفي الأخير جريدة الخبر تكشف عن لقاء سري في بيت علي بن فليس يعلن فيه عن نيته في الترشح لرئاسية 2014. إلى التفاصيل. أوردت صحيفة تياسا الناطقة بالفرنسية عن مباشرة مصالح المديرية العامة للشرطة مؤخرا تحقيقاتها في شأن شبكة العلاقات والنفوذ التي يحظى بها محمد مقدم داخل الجزائر وخارجها خاصة في فرنسا، وهي التحقيقات التي يبدو أنها تقف وراء منع هذا الأخير من طرف شرطة مطار هواري بومدين من استخدام جواز سفره الدبلوماسي عند محاولته مغادرة تراب الوطن. وتجدر الإشارة إلى أن محمد مقدم قد عين بمقتضى مرسوم رئاسي لم يتم نشره، عين مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي يتهمه الكثيرون باستغلاله من أجل نسج شبكة من المصالح والنفوذ لحسابه الشخصي، حيث أورد المصدر ذاته عن توظيف محمد مقدم لهاتف الرئاسة من أجل التدخل والضغط على إطارات الشرطة، وهو ما تسبب في توتر العلاقة بينه وبين الجنرال هامل المدير العام للشرطة. وفضلا عن توظيفه لهاتف الرئاسة، تتحدث الكثير من المصادر عن استخدام محمد مقدم لعلاقاته داخل رئاسة الجمهورية بحكم منصبه فيها من أجل الحصول على معلومات بالأهمية بما كانت تخص تعيين الإطارات السامية في الدولة والوزراء والترقية العسكرية، وهو الأمر الذي عزز علاقة هذا الأخير مع العديد من المسؤولين وقيادات الجيش، لدرجة يقول عنها الكثير أنها بلغت به إلى حد التباهي بتحكمه بالإعلام في الجزائر. يحدث هذا في الوقت الذي أنكر فيه أنيس رحماني المدير العام لجريدة النهار أي علاقة مع محمد مقدم التي نسبها إليه الكثيرون باعتبار تشابه الأسماء، فالاسم الحقيقي لأنيس رحماني هو محمد مقدم، ناهيك عن اتهامات أخرى تخص تمويل محمد مقدم لأنيس رحماني لإنشاء جريدة ثم قناة النهار. هذا الأخير لم يجد خلال سؤال وجهته له أحد المصادر الصحفية لم يجد حرجا في اتهامات الكثيرين له بارتباطه مع جهاز الديارس أو ما يسمى بمديرية الاستخبارات والأمن. هذا الخبر يستدعي في الحقيقة عدة ملاحظات. أولها، مثل هذه التسريبات لا تتعلق بعملية تحقيق أو تطهير حقيقية بقدر ما هي نوع من أنواع تصفية الحسابات داخل البيت السلطة الفعلية، كما جرى العمل به في مناسبات عديدة. وهنا يبدو أن رأس مقدم محمد هو المطلوب هذه المرة. ثانيا، هذا التسريب يبين مرة أخرى طريقة تسيير شؤون البلاد التي تتم خارج نطاق مؤسسات السلطة وإنما على الهامش عن طريق الهاتف، مثلما يذكرون بذلك قرار تلك الشهادة التي قدمها نزار عندما بين ووضح أن قرار اتخاذ الانقلاب تم في ذلك الصالون وأشار بأصبعه إلى البيت في داخل بيته. كما أن هذه الطريقة تبين أن يكفي أن إنسان أن يشير إلى الانتماء إلى الديارس ليسمح له بفعل ما يشاء، فيعين من يشاء ويقصي من يشاء، وكلنا يعلم أن هذا مقدم محمد كان له نفوذ واسع في التعيينات والإقصاءات، وهذا ليس بسر. أما عما هو متهم به بنفوذ في مجال الإعلام فكذلك هذا ليس بسر، نعلم أن جهاز الأمن يسيطر بشكل شبه تام على وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، وكان في مجال الإعلام صلة جد معروفة بين مقدم محمد ومقدم محمد المدعو شريف رحماني في قضية صحيفة النهار ثم قادة النهار، وما سمح له ذلك مقدم من مال ونفوذ وحماية. والمضحك إن سمح لنا الوضع بتسميته كذلك هو تبرؤ هذا شريف رحماني الآن من سيده، ومن باب يكاد المريد يقول خذوني، وهو بتبرئته من مقدم يؤكد صلته بالمخابرات. والمضحك أكثر أنه يتهم غيره بالعمالة لقناة الخليفة سابقا وهو أصلا كان ممثلها في الجزائر، يعني في الجزائر بلاد المعجزات، وإن لم تستحي فاصنع ما شئت. المسؤولون في قصور والطلبة في قبور.
واحد من بين الشعارات التي استقبل بها موكب رشيد حروبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي من طرف طلبة الإقامة الجامعية بقصر الشلالة التي زارها رشيد حروبية خلال تنقله يوم أول أمس إلى ولاية التيارت. وقد عبر الطلبة خلال هذا الاستقبال عن احتجاجهم وتنديدهم بما وصفوه بالظروف المزرية التي تعرفها إقامتهم الجامعية التي تفتقر إلى العديد من مقومات الحياة الأساسية، يضاف إلى ذلك التأخر الكبير الذي تعرفه أشغال ترميم الإقامة. هذا وقد انضم لطلبة الإقامة الجامعية عدد آخر من المحتجين، من بينهم طلبة شعبة الهندسة الذين نددوا بعدم اعتراف هيئة عمومية بشهادات تخرجهم بسبب انعدام تأشيرة مدير الكلية ورئيس جامعة تيارت على تلك الشهادات. في بيان الله نشر أمس عقب لقاء بعثته برئاسة علي العسكري مع عبد الملك سلال، أعلن حزب الأففاس عن اعتراف رئيس الحكومة بعدم اكتمال تصحيح القوائم الانتخابية قبل يومين من إجراء الانتخابات المحلية. وأضاف عبد الملك سلال حسب ما أورده البيان أن حكومته قد تلجأ إلى الاستعانة بخبرات أجنبية في هذا الشأن. ومن جانبه اعتبر السيد محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال ندوة صحفية نشطها يوم أمس، اعتبر أن الهوة شاسعة جدا ما بين مزاعم ووعود عبد الملك سلال ودحولت قبلية في تنظيم انتخابات نزيهة وما بين الحقيقة على الميدان، مشيرا في ذات السياق إلى إحصاء لجنته للعديد من الأشخاص المتوفين الذين لا تزال تتضمنهم القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى خلو هذه الأخيرة من العديد من المعطيات على غرار أرقام مكاتب الاقتراع واسم الأب للناخب. وأضاف محمد صديقي أن هذه الانتخابات لا تختلف كثيرا عن سابقتها التي طبعها التزوير والخروقات. كشفت جريدة الخبر الناطقة بالعربية عن لقاء وصفته بالسري في بيت علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، جمعه مع عدة شخصيات ورؤساء منظمات وهيئات وقياديين في الأفلان، تحضيرا للإعلان الرسمي عن نية ترشحه في الرئاسيات المزمع عقدها في أبريل سنة 2014، حيث أكد بن فليس حسب المصدر ذاته عن عدم ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة أخرى استنادا إلى ضمانات تلقاها من جهات عليا على حد تعبيره. وأضاف بن فليس نقلا عن المصدر ذاته بأن هزيمته في الانتخابات الرئاسية ضد عبد العزيز بوتفليقة كانت مبرمجة وأنه استفاد اليوم من كل الدروس والأخطاء، ليتساءل الملاحظون عن نوع الدروس والعبر التي استفاد منها بن فليس لاستغلال برمجة أخرى تدفع به إلى ترأس الواجهة المدنية للنظام. وفي الأخير نذكر بمرور 138 يوما على عملية اختطاف المدون الشاب صابر سعيدي من أمام منزله على أيدي عناصر من المخابرات، ثم حبسه بسجن الحراش وبقائه فيه من دون محاكمة إلى يومنا هذا. كما نلفت عناية مشاهدنا الكرام أنه يمكن لهم التواصل معنا عبر العناوين التالية: الإيميل info@rashad.tv، بالإضافة إلى صفحة النشرة على الفيسبوك، أين نستقبل اقتراحاتكم الجادة ومشاركتكم الفعالة وكذا دعمكم الحيوي الذي يساهم في استمرار قناة رشاد. كما يمكنكم إرسال مختلف الصور والفيديوهات عن الأحداث من حولكم كي نوثق معا بالصوت والصورة ما يسعى النظام لحجبه بالقمع والتعتيم، لنجعل معا من المواطن مراسلا من أجل الحقيقة. بهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى ختام موعدنا الإخباري لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.